امرأة في الجادة الخامسة تعرضت لحادث سير، ماتت على الفور. أنا خائف جدا. أين السائق؟ إنه خطأي، لم يكن علي تركك لوحدك. إنه خطأي. أبي، ما الخطف يا أبي؟ ماذا حدث يا أبي؟ أبي. حافظ على هذا بأمان، لا تفتحه أبدا أو حتى تظهره لأي شخص كان، وتذكر أيضا أن تبقى في أمان. عيد ميلاد سعيد لك. إليك هدية، هل أعجبتك؟ منذ طفولتي أحببت تلقي هدايا كهذا من أمي. واو، شكرا. هذا صحيح، أتذكر عندما كنت صغيرا كانت أمي أيضا. علي، توقف عني، لا ترقد، توقفوا يا رفاق. لا يمكنك الإمساك بي. الرجل العجوز. مرحبا لولابي، ساعديني على الاحتفال بعيد ميلاد ليث، هل ستحتفلون؟ بدأت حفلة عيد الميلاد بالفعل، نحن نستمتع بوقتنا. ماذا عن ليث؟ هل أعجبته هداياه؟ انتهي. يبدو أنه يحبهم. أتمنى أن تكونوا جميعا سعداء وحرين دائما. أنا بالتأكيد أحصدكم يا شباب. حسنا، سأتركك تستمتعين بالحفلة. أخبرني، هل كنت أنت؟ كيف حدث هذا؟ لولابي، لولابي، كيف حالك؟ استيقظي. انتظر، لا تذهب، لا أحد ذاهب إلى أي مكان. إنه ليث، كان يقوم بتجربة كيميائية في المختبر وتسبب عن طريق الخطأ في حدوث انفجار. هذه هي الطريقة التي أصيبت بها لولابي. لا، هذا ليس صحيحا. لكن ما هذا الصوت العالي الذي يتردد صداه في قلبي؟